بسم الله الرحمن الرحيم. زملائي الأعزاء، استكمالا لما بدأنا في الحديث عن قانون العمل، إن شاء الله النهاردة هنكمل الحديث عن بعض أحكام قانون العمل فيما يتعلق بالحقوق والواجبات الخاصة بالعامل وصاحب العمل. برضو خلينا نتعرض للموضوع بنظام السؤال والجواب. هل يجوز أو هل يمكن تحديد أجر العامل بالإنتاج أو العمولة؟ يعني حد العامل وفقا لحجم الإنتاج، أديله أنت بتشتغل بتعمل إنتاج، أنا هديك وفقا للإنتاج اللي هتعمله، أو هديك عمولة على ما تحققه من نتائج. هل يجوز؟ نعم يجوز، هذا على ألا يقل ما يتقاضاه العامل عن الحد الأدنى للأجور. ومن الطرائف يعني، والحاجات دي موجودة في الواقع العملي، أن هناك من العمال ما يعتبر أجره فقط الوهبة التي تمنح له، صاحب العمل ما بدوش مرتب ولكن بيعتبر أن مرتبه هي الوهبة التي يحصل عليها، ودي كلنا بنشوفها في عمال محطات الوقود. تروح حضرتك عشان تمون البنزين في محطة الوقود، جرى العرف كده ان احنا بنسيب للعامل اللي هو بيقوم بالموضوع ده جنيهات قليلة. هذه الجنيهات بعض اصحاب محطات الوقود بيعتبر ان المرتب هو ما يتقاضاه هذا العامل من الوهبة، لانها في احيان كثيرة بتصل الى ارقام مالية كبيرة. ماذا لو حضر العامل إلى مقر العمل وحالت دون القيام بعمله أسباب ترجع إلى صاحب العمل؟ يعني هو طلع الصبح اتكل على الله، راح على المؤسسة أو الشركة التي يعمل بها، ففوجئ بأن صاحب العمل لأي ظروف قال له لا أنت النهاردة مش أنا أشتغل لظروف، أنا عندي ظروف في الشغل النهاردة. هنا في الحالة دي ما هو حكم الأجر اللي بيتقاضاه العامل؟ الأجر هنا يستحق كاملا للعامل، لأنه لم يعمل لسبب لا يرجع له، إنما لسبب يرجع إلى صاحب العمل نفسه. طيب ماذا لو حضر العامل إلى مكان العمل وحالت ظروف قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل في أن يؤدي العامل عمله في هذا اليوم؟ في الحالة دي يستحق العامل نصف أجره. يبقى هنا القانون راعى أن من السبب إذا كان صاحب العمل فبيستحق العامل أجره كاملا، وإن لم يكن فبيستحق العامل نصف الأجر. طيب أحيانا بعض العمال بيشتغلوا في بعض شركات إنتاج الأغذية واللحوم وما شابه، ماذا لو أجبر صاحب العمل العامل أن يشتري مستلزمات بيته من الإنتاج الخاص بمصنعه أو محلاته، أو أنه أعطاه أجره بضائع من التي ينتجها؟ القانون نظم هذه المسألة ولم يغفلها، وهذا قال إن هذا لا يجوز بنص المادة 42 من قانون العمل. طيب لو اضطر العامل لأخذ أجرته بكليات أو معلبات أو لحوم أو دواجن، الراجل قال له معيش فلوس، أنا مش مفيش مرتب، أنا مضطر أديك المرتب عبارة عن هذه البضائع أو هذه المواد الغذائية، هذا لا يبرئ ذمة صاحب العمل من الأجر المستحق للعامل. طيب والراجل بقى الحاجات اللي خدها تعادل المرتب ده، هنا يكون بعد كده لصاحب العمل الرجوع على العامل بمقابل ما حصل عليه من سلع، يعني بيقدر يطالبه بعد كده، لكن ما يقدرش يقول انه ده هو ده اجرك او هو ده مرتبك. والقانون يعاقب صاحب العمل بغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد عن 500 جنيه عن كل عامل يعني اتخذ معاه هذا الموقف.
ماذا لو اقترض العامل، اقترض، خد سلفة، خد سلف، يعني استلف من صاحب العمل مبلغ مالي، كيف نظم القانون السداد لهذا القرض؟ نظم القانون هذه المسألة وقال لا يجوز لصاحب العمل أن يخصم من راتب العامل أكثر من 10% فقط من المرتب. اثنين، لا يجوز لصاحب العمل أن يتقاضى أي فائدة عن هذا القرض، يعني يديله قرض ما يقولوش بقى بنسبة كام في المية، لا، هذا القرض قرض حسن بدون أي فوائد. ثانيا، هيخصمه من راتبه بنسبة 10% فقط شهريا. طيب لو أن هذا العامل صدر ضده أحكام لدائنين خارج العمل وبدأ يتم توقيع الحجز على أجر العامل، هل يجوز توقيع الحجز على أجر العامل؟ القانون نظم هذه المسألة وقال لا يجوز في جميع الأحوال استقطاع أو الحجز أو النزول عن الأجر لأداء أي دين إلا في حدود 25%، يعني ما يقدرش أي حد ينفذ على الأجر بتاع العامل بأكثر من 25% مهما كانت هذه الحقوق ثابتة، ما عدا حاجة واحدة بس، ما عدا دين واحد بس، ده الوحيد اللي بيبقى 50%، وهو دين النفقة، النفقة التي تصدر لصالح الزوجة أو الأولاد أو أي من كان يعولهم العامل، فيجوز هنا في هذه الحالة فقط أن يخصم 50% من الأجر. طيب إذا تزاحمت الديون، يعني إيه تزاحمت الديون؟ يعني هذا العامل صدرت ضده عدة أحكام، بدأ كل يذهب ليحاول الحجز على مال العامل من خلال الأجر الذي يتقاضاه. هنا زي ما اتفقنا تكون الأولوية لمين؟ لدين النفقة. من الواجبات التي يلتزم بها العامل أو ما تسمى الأعمال التي يحظرها القانون على العامل، حاجات مهمة جدا لازم حضراتكم تعرفوها، وهي نمرة واحد، يحظر على العامل الاحتفاظ بأي مستند يخص العمل يدنه معاه أو يخرج به خارج مكان العمل. تاني حاجة، لا يجوز للعامل أن يؤدي عمل آخر لدى الغير إذا كان ذلك سيؤثر على حسن الأداء أو لا يتفق وكرامة العمل أو سيمكن هذا الغير اللي العامل هيشتغل عنده من التعرف على أسرار المنشأة أو سيؤدي هذا إلى منافسة صاحب العمل. وأتذكر من الناحية العملية إحدى المستشفيات التابعة لجمعية خيرية وأشرف أن أنا أكون المحامي بتاع هذه الجمعية، في المستشفى طبيب بيعمل وبيحقق أرباح هائلة لدى المستشفى، فوجئت أنه هو فتح عيادة خاصة على بعد أمتار من المستشفى وبدأ يستقطب المرضى اللي بيترددوا على المستشفى. طبعا المستشفى الخيري بيبقى يعني بيدفع فيه مبالغ بسيطة، اللي بيجي يكشف بيدفع مبلغ بسيط، إنما العيادات الخاصة مبالغ أكبر بكتير. فبدأ بطريقة أو بأخرى يستقطب المرضى الذين يتوافدون على المستشفى إلى عيادته الخاصة. فحقيقة أنا كلمته بشكل ودي، قال لي ما دي ما يعني ده أكل عيش، وأنا مدام بخدم هنا وبأدي خدمتي هنا أدي خدمتي هنا وكده. ثم فوجئت أيضا أنه هو يعمل في مركز آخر خاص على بعد برضو يعني مسافة قليلة من المستشفى الذي يعمل به لدينا. تقدمت بطلب إلى مكتب العمل وذكرت في هذا الكلام، واستدعى الطبيب وسئل ولم ينكر ولم يعترض على ما قررناه، كما أنه لم يتعهد بغلق العيادة الخاصة به. فأحيلت الأوراق بعد كده للمحكمة، طلبت من المحكمة
احنا بحقيقه يعني احنا كان يهمنا ان الطبيب ده يدمه شغال عندنا يعني في المستشفى، لانه له كفاءته وله قدره يعني. فحكمت المحكمه لصالحنا بتعويض قدر ب 50,000 جنيه، وكانت هذه الجزئيه حقيقه انا كنت سعيد جدا ان القانون بيطبق على الجميع وبشكل واضح. وان كان هذا الطبيب بعد كده ساب المستشفى، الا اننا استطعنا ان نطبق القانون كما ينبغي. أيضا من ضمن الأعمال التي يحظر على العامل القيام بها أن يمارس نشاط مماثل لنشاط صاحب العمل. الكلام ده إمتى؟ أثناء سريان العقد. طب افرض بعد ما طلع يقدر يمارس نشاط تاني، يمارس، هو حر. إذا ساب الشغل أو بعد كده انتهت العلاقة التعاقدية أو علاقة العمل، يستطيع أنه يؤدي أي عمل يخصه حتى ولو كان منافسا للعمل الذي كان يعمل به، بس القانون اشترط أن يكون ذلك بعد 3 أشهر لاحقة على انتهاء عقد العمل. كمان لا يجوز للعامل الاقتراض من عملاء صاحب العمل أو ممن يمارسون نشاطا مماثلا. يعني ما يجيش بقى يستغل ان العملاء بقى اللي بيجوا وهم عايزين يكسبوا وده ورضاه وبعدين ياخد منهم سلف، فلوس سلف. لا، ده لا يجوز، قانون منع هذا. ومنع ايضا ان هو يقترض ممن يمارسون نشاطا مماثلا للنشاط الذي يعمل به. طيب الحاجة الوحيدة الاستثناء في هذا انه يجوز له الاقتراض ولكن من البنوك. كمان يحظر على العامل قبول هدايا أو مكافآت أو عمولات أو مبالغ بمناسبة قيامه بواجباته الوظيفية. هدي مثال للحكاية دي طبعا إلا برضاء صاحب العمل، ودي بنشوفها قوي برضو في المستشفيات. العاملات اللي في المستشفى دايما اعتادوا، ودي ظاهرة موجودة يعني مش هنقدر ننكرها يعني، وكنا بنحاول نحاربها ونقلل منها بس موجودة. العاملات اعتادوا بعد إجراء العمليات الجراحية وعمليات الولادة يترددوا على أهل الحالة اللي هي الولادة أو العمليات، ألف حمد لله على السلامة، مبروك، كلام. فالناس بتلقائية وبحب بصراحة يعني في أغلب الأحوال بيدوهم يعني نوع من البشرة أو نوع من بيرضوهم زي ما بيقولوا يعني. فهذه المسألة وإن كان القانون بيمنحها، إلا أن صاحب العمل في الغالب بيجد نفسه مضطرا لقبول هذا الامر، وان كان بيحط له ضوابط، لان احنا بنشوف ساعات مواقف فجه في هذا الموضوع. يعني حاله من احدى الحالات تقول مثلا ان المفروض ان عامله او اثنين، لا، حوالي 16 عامله يترددوا على اهل الحاله، مبروك، الف مبروك. فطبعا الناس يعني ما ينفعش، لازم يبقى فيها ضوابط. فحتى انا اتذكر في مره عرضت على اداره مستشفى يعني انه يمنع هذا الامر، وان كان فواحده بس اللي هتدخل ويوزع ما يعرض عليها من البشرة او المكافاه او الهديه او الترضيه دي على الجميع، لكن ما تبقاش المساله نهبا لكل العاملات يستغلوا فيها الموقف ويحرجوا أهل الحالة الموجودة. طيب أيضا يحظر على العامل جمع النقود داخل مكان العمل أو التبرعات أو توزيع منشورات أو جمع توقيعات أو تنظيم اجتماعات، كل ده ممنوع على العامل داخل مكان العمل إلا بموافقة صاحب العمل. اسمحوا لي إن احنا نكتفي النهاردة بهذا القدر، وإن شاء الله في الحلقات القادمة سنكمل الحديث عن قانون العمل والمسائل الخفية في هذا الأمر وما تعرضنا له في الواقع العملي أمام المحاكم في هذا الشأن. هنتكلم عن الجزاءات، هنتكلم عن الأجازات، هنتكلم عن الفصل التعسفي، وبإذن الله إلى لقاء قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.